السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة والمرة دي زي ما انتوا تعودتوا معانا في الفترة اللي فاتت ان احنا بنحاول نقدم حاجات هادفة للناس وحاجات تبسط الناس، بس اعذروني النهاردة جايب لكم فيديو في ثلاث مقاطع والثلاثة بنشغلهم لكم مع بعض زي ما بيقولوا كده للشباب، وحال الشباب اللي وصل ليه اليومين دولت اتفه من التفاهة. لما انت تحب تنزل محتوى وبتقلد فيه الستات فده اسمه اتفه من التفاهة. النهارده جايب محتوى غريب وعجيب شويه، بس هو ده بيدل ان ده حال البلد، وده حال انت عايز تعمل مشاهدات وعايز تعمل تجيب لك مشتركين وعايز تعمل كل حاجه بتلجأ للتفاهات، في ظل ان احنا بنحاول نعمل حاجه تبقى صدقه جاريه على روحنا لما نموت. بس للاسف ان ده حال الشباب اليومين دولت. فمعايا فيديو كده، يعني اعذروني ان انا جايبه لكم عشان حتى الالفاظ اللي ممكن تكون فيه، بس يعني يا رب يعجبكم، ولو ما عجبكمش الديسلايك نزلوا، انا عادي مش هبقى زعلان منكم لان ده حقكم، بس اذا عجبكم ما تنسونيش باللايك. يلا نشوف الفيديو وارجع لكم تاني. الكوسه يا جماعه الكوسه، الله اكبر. تشيل يا كابتن، سلام عليكم. يا عرب يا لهوي. بكام الكوسه؟ بكام الكوسه؟ اه 10 جنيه بس. عايزه تخينه ولا رفيعه؟ لا انا عاوز صغير. عايز صغير؟ اه ما فيناش من الصغير، ده بيحير. خد يا قلبي. عاوز خمسة. طيب خمسة كيلو؟ ايوه. شنطة يا حسني، زبوني يا هرم. عبي يا واد. ماشي يا قلبي. عبي يا قلبي. عايز خمسة ازاي؟ دي مراتي ما بتجيبش الخمسة، انت بتبقى متجوزني انا احسن. لا انا عاوز خمسة بس. ماشي يلا سيبك من خنفسة. خنفسة 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 يا جماعة خنفسة. ايه ده؟ محل دهب ان شاء الله. مساء الخير. مساء الفل. بقول لحضرتك انا والمتي توريني بس انواع الخواتم وانواع ده. ايوه اوريك اللي اقول الغوايش. في غوايش؟ هي دي غويشه. ايه ده؟ وما انا عامله ليه كده؟ والله دي بتوسع زي الوسعين. يا لهوي عليكم، في حضرتك انت بتكلمني ليه كده؟ عشان كلامك لونه مش حلو قوي. ما ينفعش لونه اسود ولا احمر؟ احمر. يا لهوي عليك. اه دخلها لي. طيب والنبي انت عايز حاجه تانية تخش؟ لا مفيش حاجه حضرتك، دخلها لي ارجوك. الكوبايه بتخر مني. بقول لحضرتك لو سمحت كنت عايزه سمكر. دي بالله عليك بصي بتخر. سمكر ايه؟ بس اهم حاجه الشلموه بس بالله عليك. شلموه ايه؟ شلموه. شلموه ايه؟ اللي كوباية. انت عامله ده؟ معلش بتخر. يا عم اديك على وشك. خلاص حضرتك. حضرتك انا اسف. خلاص. يلا يا عم بره من هنا. امشي يا عم. وزي ما انتم شفتم الفيديو بجد حالة الشباب لا يسر الا تسر عدو ولا حبيب، بس لا تسر العدو. بجد تسر العدو لان العدو هو عايز منك كده. عايز يبقى اتفه من التفاهه، عايز يبقى مالكش اصلا حاجه تفيد المجتمع، هو مش عايزك تفيد، هو عايزك تضر. وبالفعل الشباب اليومين دولت لا حول لهم ولا قوه، معرفش في ايه عشان تجني المال تضيع الشباب. هو ده اللي انا شايفه. واحد يضيع واحد، يعني شاب يضيع الشباب ليه؟ لانه بيقدم محتوى فاسد فالناس تفتكر ان ده بقى ناجح فخلاص هيعمله زيه، وده اليومين دولت اللي شغال. محدش بيقدم محتوى الناس تبص له. زي ما انتوا شفتوا اتفه ما يمكن انك تتفرج على حاجه زي كده، وحاجه تحزن بجد. يا رب ما اكونش قتلت عليكم، وما تنسونوش باللايك. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.